السلام عليكم ورحمة الله. فيت في رابيدمون، عندنا خاوتنا اللي المغاربة اللي عياونا بالحكاية هذه تاع لحم الحمير وما نعرفوهاش وكذا، تساعد في المهام اليومية في المزارع والحقول أو وسيلة لجر العربات الثقيلة. هذا الحيوان المسالم تسبب في جدل هذه عدة بضائع بما في ذلك لحوم الحمير والبغال والخيول الطازجة أو المجمدة. الخطوة هذه أثارت استياء الكثيرين، لا سيما بعد اكتشاف كميات كبيرة من لحوم الحمير في الأسواق الجزائرية خلال السنوات الماضية. هذه عينة من ردود الفعل كتبت إينيس تقول فكتبت أو ليلي عفوا في بلادنا كل اسمحوا لي نشوفوا برك وش رد الوزير الناطق الرسمي باسم الوزارة. قاح يقول السيد مسعود ليس هناك أي عملية توطين بنكي لاستيراد هذا النمط من اللحوم، وليس هناك أي متعامل اقتصادي وطني سجل في هذا النوع من الاستيراد. الآلاف من العمالة الأجنبية خاصة الآسيوية ليسوا مجبرين على استهلاك ما نستهلكه، تلقينا طلبات من الشركات الأجنبية للسماح لها باستيراد مواد خاصة بها وموجهة للاستهلاك المباشر لعمالها. الجدير بالذكر طبعا يعني بمعنى آخر احنا ما راناش في كوري هنا، يعني عندنا عمالة حبوا يستوردوا، مثلا شركة جي جي سي مثلا يحبوا يستوردوا الحمير يستوردوهم باسمهم، ماشي يستوردوهم لإعادة pour la revente en état للبيع. ما هوش يتباع الحمير، الحمير اللي يتباع كما اللي يتباع في المغرب كما اللي يتباع في مصر، باسكو شفت إخوة مصريين ثاني بزاف راهم يهضروا على لحم الحمير في الجزائر وكأنه يعني لحم الحمير هذه عفسة جديدة عليهم، alors que في مصر معروفين بأكل لحم الحمير وحتى في أفلامهم ومسلسلاتهم يهضروا على أكل لحم الحمير. يعني لا علينا، هذه أفعال فردية أحادية من عصابات من مافيا يخدعوا الناس للربح السريع، متفقين عليها. ولكن أنا السؤال اللي محيرني سيك، إحنا هضرنا وقلنا باللي للأجانب المشكل تاع، وقال لك باللي خرجت في الجريده الرسميه، وي قانون اللي كي يقنن هذا الاستيراد هذا، ماشي فوضى، ما نجيبوش مارشي نوار، ماشي طلب عنده. الحاجه اللي ما فهمتهاش سي كو اخواننا المغاربه نساو باللي عندهم الظهير شريف بمثابه قانون رقم 175291 يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامه والجوده بالنسبه للحيوانات الحيه والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني. وش يقول هذا الظاهر الشريف هدايا؟ هيا نشوف. هاي بسم الله. يعني ظاهر أنا يعتبر التفتيش إجبارياً. الفصل الثاني. الفصل الثاني يجرى التفتيش على الحيوانات المسلم لحمها إلى العموم لأجل الاستهلاك. سمعوا مليح، أكدوا لي على إلى العموم. إلى العموم بيقول للناس سواء كانوا مغاربة أم غير مغاربة، الحيوانات المسلم لحمها إلى العموم لأجل الاستهلاك، وهي حيوانات الجزارة. شكون هما؟ الحيوانات التي تعيش الحياة الدواجن من البقر والغنم والماعز والإبل والخنازير والخيل والحمير. هما دخلوا ما من الخنازير، وفعلا في المغرب يوجد مجازر للخنازير هكذا في المارشي، تروح تشري الحلوف اوكي، ماشي كيما في البلدان واحد اخرين يجيهم الخنزير سبيسيالمون لي زوتيل 5 ايطوال ولا نو نو، تما تروح تشري. هاليك عندك قانون مقنن او مقنن لحم الحمير في المغرب، قال لك انتم ما تاكلوا اللحم الحمار ولا ما فهمت. نزيدوا نروحوا نشوفوا يعني امثله صغيره. هذه شوف تي في اللي تحبوها بزاف وتطبلوا لها دادا الله من هذا من الكارجة، لأن اللحوم دمر عائلات، نصب على عائلات، كيبيع هنايا وكيدبع وكيخلع هنا البغولة والحمير وكيجيب الجيفة كيدبع. شفت يجيب الجيفة ويخلع البغولة والحمير، هذه قال لك جزار، هذا مافيا تاني كيما اللي كاين كيما هو في مصر والجزائر، ولكن هذه بيحولكم خليع تسمى شغل ما تفيقلوش وتموت قاع وتجنح. يقول لك فضيحة جزار شدوه كيدبح الحمير والبغال بفاس وكيديرهم خليع، المدينه كلها كلات من عنده باعترافكم، تما انتما كاع كليتوا لحم الحمير ام ومدينه فاس، باسكو كاين مدينه كيخلعها
انتوما كتشوفوا هادشي اللي دايرين هنايا فهاد البلاصه، اللهم من هذا منكار، هذا راه كانت نوبته، هذا راه فكي، هذا غير كيدار ماشي يعاود. هاد السيد هذا قضى على الحومه كامله، نصب على عباد الله، عنده المحلات غير الخليع فاس في طنجه، معروفين هاد الناس هادو كيخلعوا بهادشي وكاع عطاو لعباد الله. هادو ناس فاس، الناس ساكنه الرصيف كامله شنو كتاكل؟ الناس اللي كياكلوا الخليع راه كياكلوا غير هادشي هذا. اسيدي هادشي هذا سيد، هاد السيد بحق لك الحميد، توكلنا هادشي لوليداتنا تناكلوا هاد العجوبات هاد. اوكي هذا مثال الاول، نزيدو نشوفوا هذا بالك بالك واحد اخر ثاني. راه حشومه وراه عيب عليهم، والكفته الا كانت شي حاجه نقيه يبيعوها لينا بثمن وما يديروش لينا هادشي ديال هاد. ما عرفنا دابا راه حمير هادو اللي يحينوا منين هنا دابا؟ واش دابا بنادم دابا ما عطى الريحه في الشونطي حتى دابا الدبان مشقشقش علينا انا؟ وماشي حشومه عليهم هاد الناس هادو؟ واد عينهم الله ياخذ ملي مدبوح وحيل البارح باقي داكشي جديد. ها عرفوا واش كتاكلوا الناس؟ هذا اللحم فري، هذا اللحم الحمار فري فري تما جديد ياكلوه المحمديه. هادشي المحمديه زيد محمديه فاس طنجه المحمديه. ها شوف سنان الحليبه، شوف قال لك قال لك سنان الحليبه. يا صاحبي اسمع ياك ما يديروناش حضره على هذه التصاور هذه، خلينا منها غادي نشوف تي في غادي شكون. المهم نزيدو نشوفوا حاجه واحده اخرى. انا حاجه اللي حيرتني بزاف هي هذه مشكل. قال لك لحوم الكلاب شهيه طيبه المغرب المثيره للجدل. دوزيام ماروكا هنا بدوار سيدي عبد النبي الجماعه القرويه شلالات، المكان يفتقد الى ابسط شروط السلامه الصحيه، هناك ذلك يتم نحر الكلاب الضاله في غياب اي رقيب او حسيب. لقاو القبض على واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي كيتاجروا في هاد اللحوم هذه اللي هي لحوم فاسده. لقاو معاهم نيت واحد اربعه البقرات، ولقاو عظومه ديال الكلب يعني الله مدبوح يعني باقي جديد، من بعد كينشطوا في يعني في الذبيحه السريه. تعود النازله الى 22 من الشهر الجاري عندما اوقفت عناصر الدرك الملكي بالمحمديه ثلاثه اشخاص هم في حاله سكر داخل سياره من الحجم الكبير، وبحوزتهم بقرتان غير صالحتان للذبح. حاول الموقوفون الثلاثه تقديم رشوه لتمسيم عالم الجريمه، لكن رجال الدرك كانوا لهم بالمرصاد ليحرروا محضرا في ليسونسيال. من هذا واش نستنتج؟ ماذا نستنتج؟ كي نسمعوا كي نشوفوا من بعد انايا، انا كي نشوف هادو ما نحيرش، سمحوا لي خوتي. هادو كثروا من اللحم على بالك والله، ايه بزاف خاوتنا ما تزيدوش بلا عقل برك. ايا السلام عليكم.